بلبل تركي على الماشي مع محمد نجيب. لما نوصل على المطار وبدنا نحجز التذكرة أو بكون يعني حاجزين التذكرة بس بدنا نعمل بوردينج، بنقول له بدنا ناخذ نحن الكرسي جنب الشباك، فبنقول له بنجره كنار استيورو. بنجره يعني شباك، كنار هو الطرف يعني جنب الشباك. بنجره كنار، بنجره كنار استيورو، استيورو يعني انا اريد جنب الشباك. او مثلا لا، انت مثلا افترض ما بتحب جنب الشباك، ممكن يكون عندك احتياج او الرحله طويله، بتحب تطلع على التواليت او بتحب تتمشى بالكوريدور اذا كان في رحله طويله او كذا، فبتقول له انه انا بدي امشي جنب الممر الكوريدور، بتقول له كوريدور طرف استيورو. طرف هون بتجي بمعنى طرف مثل ما هي باللغه العربيه، كوريدور طرف يعني طرف الكوريدور، استيورو انا اريد. او لو كان عندك مشكله انك تجلس ورا بدك انت تختار مكان امامي، فيك تقول له اون طرف تا بير كولتوك استيورو. اون يعني امام، مش اون، اون يعني عشرة، اما اون اللي عليها نقطتين بتصير امام. اون طرفتا في الطرف الامامي، في الجانب الامامي، بير كولتوك استيوروم، كولتوك يعني مقعد، استيوروم انا اريد. اون طرفتا بير كولتوك استيوروم. لكن لو بدنا نحكي العكس انه انا بدي مقعد خلفي، بتصير اركا طرفتا بير كولتوك استيوروم. اركا يعني خلف واون يعني امام. بلبل تركي على الماشي مع محمد نجيب.